أحسن الله إليك صاحب الفضيلة وجزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: هل نأخذ بالقول الثاني في الإباحة في أكل النخيل التي تسقى بماء المجاري ومياه الصرف الصحي؟ ما هو بأحسن، ما نقول أنه حرام، لكن ما هو بأحسن. أحسن أنك ما تأكل من النخيل أو الطماط أو الخضروات التي تسقى بماء المجاري، الأفضل أنك تجنبها شرعا وصحة، شرعا لأنها ما تخلو من الخبائث، وصحة لأن قد يكون فيها شيء من آثار الأمراض. الشرع ما ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر بلا شك، تجنبها لا شك أنه أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك في بعض البيوت أشجار لكن العبر، الآن صار يعالج ماء المجاري، يعالج وترسب النجاسات التي فيه، يصفى، إذا وصل إلى هذا الحد ما في بأس، عاد إلى طبيعته، عاد إلى طبيعته. لكن يقولون أن هذه العملية مكلفة، مكلفة مالا كثيرا، فلا يصرفهم أنهم ينقونه تماما حتى يصبح كحالته الأولى، هذا يكلفهم شيئا كثيرا، ولكن يخففون فقط، تخفيف، يخففون النجاسة تخفيفا ولا تزول آثارها نهائيا. نعم.